ازيكم حبايب قلب جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الشتاء يعني الزبده، يعني شهر طوبه يعني الزبده. طبعا موسم الزبده دلوقتي اليومين دول شهر طوبه كده، احسن زبده تاخديها دلوقتي. طبعا مع ارتفاع الاسعار زي ما احنا عارفين، الحليب زاد والجبنه القريش زادت والزبده زادت. انا عايزه اقول لكم ان انا فوجئت ان الزبده الاصلي من الفلاحين وصلت ل 170 جنيه. انا جالي زعر، انا اخر مره كنت جايباها ساعه الغلا كانت عامله 140 جنيه، لقيتها ب 170 جنيه. بصراحه بقى رحت رايحه على طول على البلد، ورحت طالعه بقى وقلت لهم بقول لكم ايه، انا مش عاجبني الوضع ده، انا عايزه زبده بلدي تمام مش مهدرجه، عايزه زبده حلوه قوي. بصراحه عجبتني جدا جدا، جبت منها، جبت الاول كده كان في يعني ناس هناك كده اعرفهم، فجبت منهم كده الاول 5 كيلو، قلت اجربهم كده وايه، ولقيت الموضوع تحفه. بعدت جبت 10 كيلو كمان تمام. طيب بعدت جبت 10 كيلو كمان، وقلت بقى زي ما انا جبتها هديها لكل حبايب قلب جيجي. بصوا يا جماعه، هو ال 5 كيلو كان الكيلو حاسبهولي على 150 جنيه تمام، في ال 5 كيلو، لما خدت 10 كيلو حاسبهولي ب 140 جنيه. طب ازاي يا جيجي اعرف الزبده المغشوشه من الزبده الاصليه؟ هقول لك دلوقتي. وازاي كمان تعرفي الزبده تسيحيها؟ هنكمل مع بعض الفيديو ازاي نسيح الزبده. طيب لو انا بقى عايزه اوردر زبده دلوقتي يا جيجي هعمل ايه؟ هتتصلي على الرقم ده، او ان انت هتبعتي على الواتس، بس على الواتس افضل لاني على التليفون مش هيبقى على طول تمام، انما على الواتس هتقدري ان انت تسجلي الاوردر وهيوصلك في خلال 3 4 ايام. طيب الزبده بكام؟ زي ما قلنا كده انا جايبه الجاموسي، البقري بتنزل 10 جنيه، البقري بتقل 10 جنيه في البقري في ال 5 كيلو هتقل معاكي 10 جنيه، 5 جنيه وهتقل معاكي 10 جنيه في ال 10 كيلو تمام. ده بالنسبه للبقري، انما انا عن نفسي بحب الجاموسي جدا جدا. طيب الرقم كام بقى؟ الرقم 011 45 36 1001 تمام، ده عليه واتس. نقوله تاني، 011 45 36 1001. طيب تمام، تعالوا بقى نفتح كده مع بعض الزبده عشان تعرفي الزبده اذا كانت مغشوشه ولا لا. طبعا انا كنت حطاها في التلاجه تمام، علشان هي كده كده احنا في شتا يعني هي مش هتسيح ولا حاجه، بس انا بحب ايه لما الزبده تيجي احطها كده في التلاجه شويه تمام. بصوا بتيجي طبعا ايه ملفوفه كمان لفه حلوه. طبعا احنا عارفين بقى داخل علينا ان شاء الله باذن الله موسم رمضان وبنحتاج الزبده تمام. بصوا بقى يا جماعه، الزبده عشان تعرفي ان هي مغشوشه ولا لا، اول حاجه بصي في ايديا عامله ازاي، زبده بتدوب، شايفين بتدوب خالص في ايدي، تبقى عامله كلها لبن. بصوا انا معاكم واحده واحده تمام. طب الزبده بقى اللي وحشه تبقى عامله ازاي؟ تبقى عامله في ايدك زيها زي الصابون تمام، ما تدوبش كده، ما تبقاش ناعمه كده، لا تفضل حتت ما تدوبش تمام. طعمها بقى كمان حكايه، دوقها حلوه جدا، كريمي قوي قوي قوي، حلوه 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 والله العظيم تحفه، تعجبكم جدا. دي مش مهدرقه، دي بلدي على ابوها تمام، حلوه قوي. تاني هقول السعر معايا، طبعا احنا هناخد بقى الكميه هنسيحها كمان عشان الناس اللي عايزه تعرف طريقه التسيح بتاعها، وازاي كمان بعد ما تتسيح هنستنى عليها في البرطمان، ازاي نعقم البرطمانات عشان ما تعملش الريم الاخضر اللي بيتعمل والكلام ده كله، كل الاسرار هنعرفها في الفيديو ده. انا كل اللي انا محتاجاه منكم النهارده حاجه واحده بس، حتى الناس اللي مش هتشتري زبده يا ريت ان هي تتكرم وتنزل تحت الفيديو على طول في علامه اللايك، يا ريت ان هي تحط لي لايك، بس ده اللي انا يعني بتمناه منكم ان انتوا تحطوا لايك للفيديو، لان بجد بجد لا هتلاقوا الجوده دي ولا السعر ده في الغلا اللي احنا فيه ده تمام. دي مش بتاعت شركات، دي بلدي على ابوها من الفلاحين تمام. وفي كمان عندهم فطير، وفي عندهم جبنه قريش، وفي عندهم كل حاجه. اللي عايز الاسعار يدخل لي على الواتس ويعمل اوردر اللي هو عايزه. في توصيل لاي مكان في القاهره، محافظات لا، القاهره بس يا جماعه اوكي. تعالوا بقى نروح مع بعض على الحله وعلى البوتاجاز وعلى البرطمانات وعلى كل حاجه مع بعض، وما تنسوش الرقم على الشاشه، يلا بينا.
دي الزبدة بتاعتنا القمر، تمام. اول لما حطيناها على النار كده اهو، طبعا بقالها شوية على النار. الاول بتبقى النار بتاعتك عالية، تمام، النار الاول عالية لحد لما تسيح، وبعد كده بنهدي النار، بنحط بس شوية ملح. طب دول قد ايه؟ دول 5 كيلو بس، هسيح معاكوا 5 كيلو. 5 كيلو معانا بياخدوا معلقة صغيرة كده اهو، معلقة ملح، معلقة ملح صغيرة مش اكتر من كده اهو. المعلقة الملح دي ميزتها كمان معانا يعني ايه، مادة حافظة، تمام، ولسه في مواد حافظة كتير هتتحط، تصبروا يعني. هي كمان حاجة واحدة بس مش دلوقتي، في الاخر خالص هوريكم. تابعوا معايا الفيديو وحطوا لايك كتير للفيديو. الزبدة اقسم بالله ريحتها حلوة جدا جدا، تحفة يا جماعة، جميلة قوي قوي بجد، هتعجبكم قوي وهتدعولي بجد من قلبكم، مش مهدرقة، ما فيهاش اي حاجة. انا بحب الجاموسي، لو انتوا عايزين بقري برضو البقري موجود، لو عايزة 5 بقري وخمسة جاموسي برضو هنظبط مع بعض الاسعار. بس زي ما قلت لكم كده، ال5 كيلو هيبقى السعر بتاعهم 150 جنيه الكيلو، الكيلو في ال5 كيلو هيبقى على 150 جنيه. لو خدتي 10 كيلو هيبقى الكيلو على 140 جنيه. عشان كده انا خدت النهارده 10 زي ما انتوا شايفين كده اهو، لما لقيتها اوفر معايا قلت لما اقول لكم. تعالي بقى عشان تركزي معايا كويس جدا في اللي انا هقوله دلوقتي. معانا البرطمانات، لازم تكون برطمانات ازاز، ما ينفعش برطمانات بلاستيك خالص يتخزن فيها الزبده، ولازم يكون مغسول. بصي بقى بعمل فيه ايه، بغسله كويس جدا، وبعد ما بغسله كويس قوي بجيب ميه مغليه وبحط فيها البرطمان، والميه المغليه دي بيكون فيها خل، تمام، عشان يقتل اي بكتيريا موجوده جوه البرطمان بتاعي. وبعد كده بنشفه كويس جدا من جوه ومن بره، دي اهم خطوه، عشان الزبده يا جماعه الناس بتقول ان هي بتعفن معاها، بتعمل ريم اخضر، لان ناس كتير بتقول كانت زمان بتحطها بره التلاجه بالسنه ما بيحصلهاش اي حاجه، دلوقتي تبقى موجوده جوه التلاجه وبرده بتعمل ريم، وبره التلاجه بتعمل ريم. بصي بقى هنعمل ايه، بصي يا ست الكل، الحاجات دي مهمه جدا عشان تعيش معاكي بره التلاجه لمده سنه ولا تعمل ريم ولا اي حاجه. هنحط ورقه روره في القعر كده اهو ناشفه، هنحط واحده بس من القرنفل، وما تخافيش ولا هتعمل معاكي لا طعم ولا ريحه ولا اي حاجه، كل دي مواد حافظه. حبه رز ناشف من غير ما يتغسل، كام واحده كده اهو، دي الحاجات اللي انا حطيتها، الحاجات دي ماده حافظه بتحفظ الزبده معايا كويس جدا، بتسحب منها اي رطوبه. طيب نسكت على كده؟ لا مش هنسكت على كده، بعد ما هنعبي الزبده نستنى لما تبرد خالص وترمل كمان، ما تغطيش على طول، لو غطينا على طول ايه اللي بيحصل؟ بتبقى سخنه، بيحصل عرق، بينزل ميه، بتعفن معايا الزبده، دي حاجه مهمه. تاني حاجه، لو اخد بمعلقه ناشفه وتكون نظيفه، يا ريت يا جماعه الكلام ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، بالله عليكم، عشان ناس كتير قوي بتبقى جايبه الزبده وبتبقى غاليه، تمام، حطوا لايك كتير عشان الكلام ده يوصل للناس كلها، تمام. معلش النور معايا قفلت اللمبه الكبيره، فمعلش يعني على اللمبه دلوقتي، اشوف حل في اللمبه دي. المهم نحط لايك كده بالله عليكم، ودي المواد بتاعتنا، ولازم ما نغطيش عليها غير لما ترمل، علشان خاطر ما تعملش معايا ريم. باكد تاني، الناس اللي بتقولي انت رغايه وبتعيدي الكلام، معلش عشان مصلحتكم، لان الواحد بيجيب الجنيه بالعافيه، تمام. ندخل على الزبده، الزبده بتاعتنا ساحت، بعد ما تسيح هبتدي ان انا اوطي النار واخلي النار معايا شمعه. شايفين النار بقت عامله ازاي؟ شمعه كده، هوطي كمان اكتر من كده اهو، وما نغطيش عليها لان هي بتفور، خلي بالك ما تغطيش خالص، وايدك فيها بمعلقه خشب، نقلب بمعلقه خشب، وهوريكي ازاي توصل، تمام، اهي المعلقه الخشب اهي معانا، ازاي ان هي توصل وتبقى استوت معايا، عشان في ناس كتير يا اما بتحرقها يا اما بتطلعها نيه، تمام. هنشوفها كده مع بعض، وهنشوف ال5 كيلو طلعوا معانا كمان كميه قد ايه. نخلص ونرجع تاني. اهي كده بتستوي معانا زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل الجميل ده، لازم ان هي تتبخر خالص اي لبن جواها، وزي ما احنا شايفين كده بخيرها وكلها لبن تحفه، تمام، لازم تتبخر خالص. عايزه اقول لكم اقسم بالله والله العظيم ريحه الزبده في الشقه قلب الشقه كلها، ريحتها حلوه قوي قوي، عجباني جدا 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 بجد يا جماعه، هتعجبكم قوي قوي، وفلاحي على ابوها، وهستنى تعليقاتكم كمان. كل اللي هيحجز هتجيله هيقول لي رايه، هستنى رايه في التعليقات.
طيب بتستوي بقى ازاي يا جيجي؟ اول حاجة لازم، شايفين الريم ده كله تمام، ينزل. بينزل امتى؟ لما يبقى لونها بيج، تمام، يبقى لونه بيج، بنطفي عليه لما الريم يبقى لونه بيج، هو لسه ابيض. دي اول حاجة. تاني حاجة ان اللبن اللي موجود ده ما يبقاش موجود، اما تبقى سمنة صافي، تبقى شفافة كده تمام، تبقى عاملة زي الزيت، تبقى شكلها عامل زي الزيت. فلسه شوية، هي لسه بتستوي في مراحل التسوية، اول ما تخلص هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. انها هي لقد اكتمل نمو القمر، تمام، او اكتمال القمر، تمام. تعالوا كده نشوف كده مع بعض ونقول بسم الله. معلقة الخشب بتاعتنا، بصوا بقى عامل زي ما قلت لكم كده، يبقى عامل زي الزيت بالشكل ده، والريم بيبتدي يبقى لونه بيج، ويبقى خلاص كده يتكوم على جنب بالشكل ده كده اهو. شايفين بقت صافية معايا ازاي؟ بقى قليل قوي اللبن خلاص، يعني هنا كده في المرحلة دي قدامنا بالظبط 5 دقايق ونقفل عليها. مش عايزة الريم ده يبقى لونه اكتر من كده، هو اللون البيج ده، ويبتدي يبقى اللبن خلاص مفيش، يعتبر خلاص. بصوا مبقاش فيه اللبن بالشكل ده، بقى عامل زي الزيت. هسيبها طبعا تهدى شوية، ما نحطهاش في البرطمانات وهي سخنة كده على طول، عشان بتبقى درجة الحرارة عالية جدا، عشان ما تطقش وما نخليهاش تبرد، لان لو بردت يعني المفروض ان هي هتجمد او هترمل، تمام. فانا مش عايزاها ترمل، انا عايزاها تهدى بس شوية، وبعد كده هنعبيها في البرطمانات بتاعتنا. وزي ما قلتلك ما بنغطيش البرطمان وهي سخنة. وهو ده بقى كده شكل الزبدة بتاعتنا بعد ما استوت خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واهم حاجة الريم ده اللي انتوا شايفينه بيبقى لونه مايل للون البيج، تمام، بالشكل ده كده اهو. خلاص كلها اتحولت معايا لزبدة خلاص بالشكل ده، خلصت معانا. هنقفل البوتاجاز. ادي الكمية هي اللي طلعت معايا، بسم الله ما شاء الله، ما خستش خالص، بخيرها زي ما انتوا شايفين. برطمان 2 3 4 5، وكمان برطمان صغير، 5 برطمانات وبرطمان صغير. ما طلعتش معايا مرطة كتير، مرطة قليلة جدا، ودي حاجة كويسة جدا، يعني مش مخشوشة، ما فيهاش لا دقيق ولا غش ولا اي حاجة. المرطة بتاعتنا كريمي ناعمة حلوة قوي، طعمها كمان هايل للناس اللي بتحب المرطة. عايزة يعني ادقها، انا عن نفسي بحبها، حلوة جدا، ممتازة، ناعمة وكريمي كده. وهنشوف كمان النتيجة بتاعة الزبدة بتبان اكتر لما تعرفي ان هي اصلية اكتر واكتر لما ترمل معاكي، تمام. هستنى بقى عليها لحد ما ترمل، واوعي تغطي دلوقتي خالص، اوعي تغطي، عشان لو غطيتي هتعرق وهتبوظ. مش هنغطي دلوقتي، نستنى حتى لتاني يوم، او لو عاملاها الصبح استني بالليل، او لو من الصبح، او لو من بالليل للصبح، مش هنخسر حاجة، هنستنى. وما تقلقيش خالص من ورق الروري اللي احنا حطيناه ده، لا يغير طعم في حلويات، ولا يغير طعم خالص في اي حاجة، لا حلو ولا حادق. والفص اللي احنا حطيناه بتاع القرنفل او المسمار برضو ده مادة حافظة، وما بيفرس اي طعم ولا اي حاجة. وحبة الرز اللي من تحت، ما تقلقيش من اي حاجة من الحاجات دي، مادة حافظة معاكي، زبدة تعيش معاكي السنة كلها، من اول معلقة لاخر معلقة. نستنى ترمل ونرجع مع بعض تاني، استنوني. ان 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 وده كده شكل الزبدة بعد ما مسكت معانا. تعالوا بقى نشوف الترميلة بتاعتها عاملة ازاي. نقول بسم الله. طبعا ايه، ما حدش يقلق خالص من ورق الروري ده. بصوا يا جماعة، بصوا الزبدة، هي دي الزبدة، هي دي، شايفين الترميلة، هي دي، يعني زبدة بلدي، شايفين، هي دي الزبدة البلدي، طعمها خيال، حلوة جدا جدا. بس عايزة اقول لكم على حاجة، اللي هيطلب تمام ما يطلبش ان انا سيح له، عشان ما فيش مسيح، دي مسيحه ليا انا، مسيحاها بالعافيه تمام للبيت، فمش هينفع انتوا تاخدوا انتوا بقى وتسيحوا. بس عايزه اقول لكم على حاجه كمان، بصي وانت قاعده كده، لو انت مش عايزه تسيحي الزبده بتاعتك، ممكن وانت قاعده هتقطعيها بسكينه كده وتكوريها، تعمليها كور وتشيليها في الفريزر زي ما هي، كل واحده قد حته عين الجمل،
وتشيليها في الفريزر، مش هتتجمد في بعض ولا حاجه ولا هتلزق. حطيهم كل الكور دي في كيس واحد، وافتحي الكيس اي وقت، وعايزه تعملي مثلا بيضايه هتحطيها مثلا على الفول تسيح فوق الفول، نعملها مثلا على المحشي بتاعنا، محشي الكرنب، المحشي المشكل فوق الوش كده، وتبقى نازله بخيرها بلبنها بحاجتها بكل الحاجات الحلوه دي. فاللي عايز مسيح مفيش مشكله، واللي عايزها بخيرها زي ما هي يشيلها في الفريزر برده مفيش اي مشكله خالص. بس انا عن نفسي بحبها اشيلها في الفريزر، بس انا ما عنديش مكان للفريزر ان انا اشيل الكميه. فهي كده بالنسبه لي، انا عملت اصلا الورق الروري والحاجات دي عشان انا هشيلها بره الفريزر، بره التلاجة نفسها. يعني حتى المسيحة دي مش هحطها في التلاجة عشان تعيش معايا بره التلاجة، عشان استغل كل مكان في التلاجة واشيل فيه كل حاجة. دي كده بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو الترميلة بتاعتها. بصوا يا جماعة حلوة ازاي، شايفين مرملة جدا جدا. طالما مرملة كده تبقى هي زبدة فلاحي اصلي، وبجد هتعجبكم جدا جدا. حتى المرطة بتاعتها عايزة اقول لكم مش مبطلة اكل فيها، رايحه جايه اكل فيها. المرطه بتاعتها بصوا عامله ازاي، جميله ودايبه وكريمي وجميله قوي قوي قوي، طعمها حلو قوي. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. وهي دي الزبده بتاعت طوبه، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده يكون موسم سعيد عليكم. واستنى تعليقاتكم، وما تنسوش رقم الواتس تاني للحجز 011 45 36 1001. باي باي.